تفضلي. مرحبا بنتي، ابوكي هون؟ ايه، وهو فوق عنده بهاء بالهليه، بتحبي نطلع لعندهم؟ لا لا، اذا هيك مو ضروري، انا بدخل لعند امك. بس شو بدي اقول لك صفيه، الله يرضى عليكي، قبل ما يطلع بهاء صرخي لي. مو ايه ايش عليك؟ تفضلي. كل هالشي وانا بارك وساكت وما فتحت تمي، بيجي بالاخر وبضربني؟ طبعا طبعا. انت عم تقول طبعا يا عمو ابو كمال؟ يعني بجوز يضربني؟ لك يا بهاء، انا ما قلت بجوز يضربك، بس واحد مثل ابوك بيضربك ايش فيها يعني؟ وليش هو؟ لانه بهاء بيبقى بنظره صغير وصعب كتير انه يكبر. طب ليش عمو؟ هاي انت ليش ما بتضرب اولادك وبتعاملهم بكل احترام؟ مزبوط، انا بقى على عكس ابوك وعمك احمد وعمك جميل. انا كل اللي عملته في حياتي انه كبرت اولادي، قصدي ساعدتهم ليكبروا ويكونوا محترمين، وشي طبيعي انه اعاملهم على هالاساس. طيب ما اختلفنا، بس هيك بصير يعني؟ انت بتعرف عمو انا ايش عملت من شانه، انا تركت الدراسي وتطوعت في الشرطه كرمال اشيل كبرته هو وامي. هالشي صار يا بهاء، وكل شي بدك تحكي لي رح اقول لك انه صحيح، بس في شغلة انت مالك منتبه له. ايش هي؟ شالت كبرة الاب والام لك ابني، ما بتنقضى بمصاري. شلون يعني؟ يا ابني يا بهاء، ابوك وصل لسن عقله تعب، وهي مشكلته بالسوق مبارحة اكبر برهان، ولحتى تشيل كبرته مزبوط بدك تتحمله. عم قلك يا عمو ضربني ضربني. هالمرة ضربك بالبيت، مرت الجيب جوز يضربك في السوق او بمضافة عمك قدري، او جوز يضرب كمال او منيب او يحيى او اي واحد من الناس. انا ايش عم بقول، نحن كلياتنا لازم نتحمله. معلش يوب، انا واثق انه بهاء رح يكون معنا بكل شيء، بس شلون؟ والله انا ما عندي حل جاهز، لكن بتقديري انه التطنيش احسن من استفزازه ومحاصرته. لكن معقولة انت اللي ما وشايفك وما ومعتبرك تمنعه من الدخلة والطلعة؟ ايش يعني عمو؟ اخليه يطلع ويدخل مثل العادة؟ مو بس هيك، انت حاول تطلع معه بس لا تبعد فيه. انتو ما في عندكم شي تسلاية تشغلوا بالبيت؟ في عندكم راديو؟ لا، وابوي ما بيعرف ايش يعني راديو من عين اصلا. هيك احسن، يا ابني اشتري له راديو وعلمه يفتح على لندن وصوت العرب، بيسمع وبيسلى. كتر خيرك عمو، عن جد ريحتني. يلا على اذنكم. باركين ابو محمود. معلش يا ابو العز، صار لازم امشي. عمو في داعي انا احكي شيء لادري اغا؟ لا 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 تحكي له، انا بحكي بيني وبينه، انا لانه نازل على المضافي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يوب. تفضل عمو. تفضل. بهاء خالي، ام بهاء عنا وقال بتريدك. طيب ابو العز خليك انت هون وانا طالع. يوب لحظة، شو بدي اسألك، امبارح الحاج قدري ما كان طبيعي، ايش بو؟ ما في شي ما في شي، شغلة بيني وبينه، انت ادخل لعند الجماعة. طيب ماشي. تفضل ابو محمود. شرف ابو العز. صهرة مع الولاد بتضاع بين ام عبد الزيتاني وام كرمز ازواق. لكن قلت لي رحتوا مشان تراضوا لمرته لعبد الخالق الزيتاني، قمتوا لقيتوه في ركع ومشمع الخيل. ايه والله يا ابو ادهم، بس بيني وبينك إيه علي الجيري ما قصر. يا اهلين، يعني نبد بريشه. تعرف اغا، علي الجيري هذا صار معهم مثل ما صار معي الخالق الناطق. من اي ناحيه يا ابن العم؟
هذا يا سيدي لما رحت اطلب وديعه من ابوها قال لي ما في نصيب. قولك كان غلطان يعني؟ ايه علي الجيره ما كان غلطان. انا هون كبرت علي الشغله وطاع عقلي ورحت مثل ما بتعرفوا حياه الدمي عكفي ويا قاتل ويا مقتول واخذت غصب على الكبير والصغير. هذا الشيء نعرفه يا ابا مراد، فما الذي تريد قوله؟ الذي اريد قوله انه هلا لا اطيق شوفته. إيه علي الجيره لسه ما بلحق ادخل على البيت الا بتشوفني فقصت وطلعت. يعني الرخري نفاد بريشو، فهمتوا بقى؟ ايه ما اكثر الاشياء المضحكه في هذه الدنيا. من يومين او ثلاثه يا شباب وانا قاعد في دكاني ابيع واشتري واكتب، واذ حضر واحد من عائلتنا. مين هو ابو ناظم؟ لا داعي لذكر اسمه يا اغا. المهم كان مكركبا منزعجا يقاتل ذباب وجهه. المهم من حديث لحديث فهمت منه الحكاية. وما هي هذه الحكاية بالله؟ إنه كان يدور أو يبحث عن عمال لفلاحة الزيتون وركشه وتعشيبه. هل هذا هو الشيء اللي بيضحك يا كامل النحوي؟ لا، الشيء المضحك أنه يبحث عن عمال وعنده شابان رديت العين عنهم، كل واحد قد الجاموس الشبعان وقال ماذا؟ إنهما يدرسان في المكتب. مثل العادة كامل أفندي بده ينتقد التعليم، مع أنه حضرته باعت ابنه الوحيد ليدرس في حلب. ابني ناظما فالح بالدراسة يا أبو كمال. ابنك ناظم فالح بالدراسة، لكن أولادي أنا اللي ما فالحين بالدراسة، مو هيك؟ إيه؟ ما شاء الله خمسة بعيون الحساد. ابني عمر شوية ثانية ومنعلو له قارمة الدكتور. حديثي ليس له علاقة بالمحروس ابنك عمر يا أبا عمر، إنني أقصد فؤاد. فؤاد؟ إيه؟ إيش بفؤاد؟ الله يوفقه يا رب. كمان الرخري صار بصف الشهادة؟ أي نعم صار، ولكن منذ متى؟ إيه هلأ صلوا بصف الشهادة 6 سنين وهي السابعة. شو؟ ابني فؤاد صار له 6 سنين بصف الشهادة؟ أي نعم هي السابعة. ما شاء الله عليك يا أم مراد، ومنين عرفت هالشي بلا صغرة؟ عن جد من وين عرفت؟ هيا سيدي من يومين من ثلاثة ما بتتذكر، كانت عنا أم هادي هاي بتشتغل في البيوت، وكانت عم تحكي لها لحمدية ولوديعة، وأنا بالصدفة سمعت الحكي. إيه معقول ولو الله أم هادي صارت تعرف أن فؤاد سقطان بصفه؟ يا أهلين علي الجير أم هادي بتعرف القادوس شلون طاروا إذا علقان بشرش السنديان. لا يا سرسري يا فؤاد، لا تعال، ما كنت عم تضحك علي؟ ايش علي؟ بقول لك عم ترتفع، بتقول لي ايه عم برتفع؟ ايش علي؟ بسيطة يعني بدك بطله؟ ايه بدي ابطله، لك عم تحطه قدامي وابوسه؟ بتشكرك نحوي، بتشكرك ابو مراد، بتشكرك كتير. لوين ابو عمار؟ لوين؟
وسهلة وميت السلامة بأم هادي. شلونك أم كرمو؟ والله مشتقت لك. احكي لي، جاية بالصدفة ولا سمعتي باللي صار؟ عكلي ادخلي ادخلي تفضلي نحكي جوا. يا حبيبي كمل النقل بالزعرور. يلا وينك يا ابن العم؟ وينك يا ابو خير؟ اهلين وسهلين. السلام عليكم. اهلين بالشباب وعليكم ابو العم. اهلين وسهلين. تفضلوا. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. يلا يلا الله يحرك ابو الفوز. الله عبيدك عبلك اتركوا كل شي من ايديك وارجعوني. يلا لشوف. بركي وقفوا اشوف. خير خير ايش بك ايش فيه؟ قبل ما تعرفي ايش فيه لازم تجاوبيني على سؤالي. ابنك فؤاد المنظوم ايش عاد صار عمره؟ فؤاد؟ والله ما بعرف، بس هو من جيل قسوم بنت الحربنوشي. وقسوم بنت الحربنوشي ايش قد صار عمره بلا صغره؟ صدقني ما بعرف، بس هي تجوزت من كام سنه وصار عندها ثلاث بنات وصديق. حلو، يعني لو ابني فؤاد المنظوم متجوز كان هلا صار عنده ولدين ثلاثه، مو هيك يا ست فريده؟ هيك، بس ايش القصه؟ القصه أنا بدي أساوي لأبنك فؤاد مثل بنت الحربنوشي فرد شكل. بس سأليني بقى، أنت وعبلة مين بدنا نخطب له بالأول؟ يي بدك تجوزه؟ يا فريدة الله يرضى عليكي، أنا مالي جاي أشاورك حتى تنعضيلي بحواجبك وتقوليلي يي. أنا بدي إياكي تقوليلي أنت وعبلة مين بدنا نخطب له وكتر الله خيرك. بس بالأول سأله ليكون ما بده يا رجال. شو شو ما بده؟ لك أنا ليش قاعد هون؟ إيه أنا صامي ولا أجر كرسي قيته؟ إيه والله ما أنا قصدي غير أحمد ابن عمي وأخوك كامل النحوي يبركوا ويأنقلوا علي بمضافة العيلة. وعلى إيش بركوا يأنقلوا يوم؟ على أخوك فؤاد المنظوم. لك تاني حضرته مزبل بصف الشهادة وما بعرف شو أتصر له، وانا اشو بعطيه خرجية الجامعة وببعت له الاكل سخن مع ابو دياب الغنمي وبستناه بقى ليرتفع ويجيب لي الذيب من ديله. بس يا رجال لا ايش العجلة، جيبه من حلب واقعد واحكي معه بعدين لحقان تخطب له. يا فريدة يا فريدة الله يرضى عليكي لا طالعي لي خلي. ها انت قوليلي بالاول مين بدنا نخطب له وكتر الله خيرك. من العيلة؟ ايه من العيلة. ليش انت ما بتعرفي عقلي بهالشغلة؟ انت عبلة اديلي اسماء البنات العيلة وحدة وحدة. يلا لأشوف. يوب في حمدية بنت عمي احمد. وشلون هاي؟ لا هاي حكي دج مثل ابوها. ها بقى حكي دج، يعني ابن فؤاد المنظوم حكيه كويس كتير. طيب على كل حال بلا غيره. سمية بنت عمي ابو قرمو. لا هي طالعه لامها بكل شيء، على الوقعه بتاكلها رغيفين واوائيد بتلحق ثلاث رغفه. ها يعني عينها جوعانه. طيب كمان بلاها غيره. يوب نديمه بنت عمي ابو كسار. لا دخيلك هي قصيره وسمينه ما بحبها. هي منيحة وعز الطلب،
قول اشوف البسه انا عم بستناكم هون. خلونا نخطب له اياها لبين ما ابعت اجيبه من حلب. يي من هلا؟ يي ايه هلا لك بعد سنه. لك قومي تعرقي. الشاب الاسمر جنني يا عيوني، سلب لي عقلي مني هالله هالله، وغيره ما بهوى شبان يا عيوني، ولا بريده يبعد عني دخل الله 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 كرمال الله. دخل الله 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 وحياة الله. يتحرني بجمالك علي لا تنشى حالك. بقى ايش قلت لحالي؟ يا ام كرمو جيبي بنتك وحطيها جوات قلبك، مو احسن ما تقعد تحت ايد هالظالمة ام عبدو تقهرم فيها؟ الشغلة ما حبيتها منك. المرأة والرجال إيش ما صار بيناتهم إلا ما يجي وقت ويتصالحوا، وبالأخير إيشو نحن منطلع بالخجلة. لك والله بعرف يا أم هادي. طيب وأمه إيش بقى؟ أمه أنت التانية، الأم في البيت ضيفة فاكهم ولاية، وإذا حكيت لك كلمة نحن ما نتحملها. بس أنا خلاص يا لبقيت تحكي ولا كلمة، أنا رايحة أشوف فريال وأحكي معه. إيه ستي وين ردتي وين ما ردتي أنا رح أرجع على بيت جوزة. عن إذنك ست أم كرمو. فريال يوم فريال يا أم كرمو شلون قلتي لي فريال هون؟ كني طالعه بيرحى يا يوم، وانا عم بقلب بالورق تبعنا قمت شفت لك شغله. ايش شفت؟ تقبرني. شفت لك سنه تمليك بارض مشجره تطلع لها 15 دينم يا يوم. ليكون ارض الوطا. ايه يا يوم هي مو لابوي؟ كانت له بس باعها من زمان. سند التمليك باسمه ولو كان باعه وقبض حقه قدامي. عبدو انت ليش عم تسأل؟ ما في شي يوم، سؤال وخطر في بالي. طالما بيعه ما بقى في لنا حكي. مرحبا. مرحبتين. ايش شو ست فريال؟ ان شاء الله سمحت لك الست الوالدة ترجعي لبيت جوزي. امي ما لها علاقة يا مرت عمو، لا هي ولا غيرها، انا بس طفل مني لجوزي. اذا هيك اهلا وسهلا. يلا انا لازم بقى صار اروح لاوضتي. ماشي يوم على راحتك. واذا ما بصير لك سئلة نبهها تحسن اخلاقها وملابسها مثل ما بتريدي يوم. تعرف عبودة؟ أنا امبارح طول الليل ما نمت. لا الظاهر ما لقيتي مين يحط لك عشاء. لا يا عبودة أنا بخدمك برموش عيوني. بس أمك أصحك جيبي سيرة أمي على سينك، حتى لو كانت غلطانة بدك تسيرية. عم تفهمي ولا لا؟ لك أنت بتأمر أمر أبوس روح. صار لازم أروح على الدكان، هلأ محيميد بكون عامل لي إياها بضافة. صعب ده أقول لك، ليش ما بتقلعوا لهذا محيميد وبتجيب واحد غيره؟ وانت قلتي حريشك يا فريال حريشك، أنا ما بحسن بلا محيميد دقيقة.
بخشي لك انت ومحامي ما سكت. خاطرك في ريال. الله معك روحي. بأمان الرحمن. هوهو علينا، قل له لأبوك إنه محايميد أخيه دفع لي هيك فيهم، إذا عجبه جيبهم وخذ حقهم شندي. إيش فهمت؟ يسر يلا سوا يلا يلا. السلام عليكم. يلي منقول عن عمك أبو سعيد طلق لمرته وأباب صائم خليه، لك الشمس طلعت والنهار يزيد ومين اللي منا يشوف تالية. صار لي سنة عبقوله لسه بعيد، وين الرجولة وين عامية؟ دول عيون الله، انا ابو كرقوس ابو كرقوس اللي ما بيعرفني بيتهني، انا ابو كرقوس لعين الله لعين الله والاجر على الله. يلي منقول عن عمك ابو سعيد طلع لمرته وعباب الصائم خليه، والشمس طلعت والنهار يديد ومين اللي منا يشوف تالية. مرحبا يا ابو كراكوت. مرحبا اهلين بجميل الكر كر 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 كاطي. يا ابو كراكوت نحن بدك تشوف لي الدنيا ايش حوالها ايش فيها. الدنيا بتهوي ما بتسوى ولا بطلة. طيب خد الدنيا بتهوي وما بتسوى حتى بصل. بصل امشي لا شوف. شو هاد الخاي ما تاخد الحكم اخيه الا من تم ابو كراكوز. حكم بايخة تصور هالحياة اللي ما في أحلى منها عند أبو كراكوز بتسوى بصلة، والعالم إشو أخيو بيطيبوله وبأيدوه باكتشافاته. إيش هاد؟ الله لازم ما يزرع على البلد. بده تكسيرات 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 مو معناي. أهلين أستاذ فايز. أهلين ابن العم. وهي جبت لك فايز عمو. الله يعطيك العافية أبو عيدي. مرني يوم عرفت إيش صاير مع ابن عمك منصور في الحبس؟ إيه حكالي ابن عمي أبو عيدي قال ضرب واحد بالسكينة بالحبس. إيه حلال عليك. معلوم بده يضربه، لكن يسكت له؟ لا يا أبو إيشو هيسكت له؟ إيوة نحن ما بنسكت لحدا. مظبوط. وعرفت إيش ضربه؟ لا والله ما عرفت. ضربه لأنه هداك وسخة بيرك بالقاوش وعم يحكي طالع نازل على بيت تقطيع. لا اذا هيك مستاهل. وبعدين طلع هداك الوسخة من بيت فليني وقال اشو جماعته ما راح يسكتولنا. اشو هالحكي؟ قلنا ما يسكتولنا؟ اي نعم وبيعتين عم بيهددونا، بس نحن بدنا نكسر راسهم تكسير باذن الله. هدول ما نعرفانين مين بالتقطيعة. والله نكسر راسهم تكسير. والله يا عمي ابو عاجو اجد اقول لك يعني هنن اكيد ما نعرفانين مين نحن. اكيد ما نعرفانين. يا بدي اسأل سؤال. شو هو؟ يعني بدكن تكسروا راسهم قبل ما هنن يهجموا عليكم ولا؟ لا نحن هلأ مالنا عندهم شي، بس والله إذا حدا منهم بيهوب لهون غير أعبيه بتشوال وأبعته لأهله والله. طيب يو معناتها لحد هلأ ما صار شي، إذا صار شي أنا موجود بدائرتي. نعم بدك تتركنا وترجع على دائرتك؟ طبعا يوب، لأنه إذا ما داومت بيبعت خلف المدير، وإذا بعت خلف المدير وسألني ليش غبت إيش دا أقول له؟ بدي أقول له بجوز بيت فليني يهجموا علينا. يوب على فكرة مديرنا كتير ذكي ومحتمل يوجه لي هداك السؤال. إيه سؤال؟
بدي اقول لي يا فايز خيو اذا ما هجموا عليكم بيت فليني بتضل عقدي مؤتمرك بالبيت وبيرك هي شغله طويله عم رح معقوله يطلع مع فايز هيك حسبي الله ونعم الوكيل لا يا ابو علي لا 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 لا, لا, لا. وين هي وين هي منظومة الرجال وين انكرموا انكرموا امشي اشوف لسه بيتي عندهم امشي شو يوم ما بعرف ايش فيه بيتي عندهم لهلا قومي لاشوف قومي مكرمو لوين بدك تاخذيها بنتي وانا حره فيها باخذها وين ما بريد بنتك كانت بنتك بس هلا كنتي فريال كنتي يعني مرت ابني لا يا ملعين ما تصيبك ولا تصيب ابنك حبيبتي الحق علي اللي سويت لكم كنين انا ما شاء الله البس معك بصدق بس الحمد لله ام هادي هون لاني هي بتعرف البير وغطا ما بدي ارد عليكي اسكت احسن خلصيني فريال خلصيني خلينا نمشي طيب يا ام كرمو اذا كنتي ام كرمو زقزوق او تطلعي راس شرفي خديه يا ستي بدي اخدها وغصب عنك وانتي اذا ام عبده زي تاني على سن وربح تبغي لا تخليني اخدها لك يا جماعة يا جماعة والله العظيم ما لكم حق المرأة باركة في بيت جوزها انتو ايش دخلكم فيها؟ ام هذه الله يخليكي خليكي بحالك فريال عقلة براسة وتعرف خلاصة طيب يا ام كرمو اذا هي هيك بدها خليها تساوي اللي بدها اياه لا انا ولا انتي قلنا حكي ايه فريال بدك مثل ما قلت انا ولا مثل ما قالت امك؟ انا لا انا أنا بدي مثل ما قالت خالي أم هادي شو شو؟ يعني أنا مالي علاقة يوم إيه ستي مالك علاقة ولا حتى أم عبدو إلا علاقة لك يا جماعة حدا بيخرب بيت بنته بإيده أشهد بالله هي سبعة جديدة طيب يا فريال زقزوقة من هلأ وراي إذا بصير معك شي وبتشوفيني تبقي بزيبي وتي استني يوم فريال أنت ما عليكي من أمك مثل ما زعلت بترضى لك بنتي بالأول وبالآخر ما بينفعك غير بيتك وجوزك ايه فريال اسمعي من خالي ام هادي طلعي فيني انتي لما جيتي على البيت كبرتي بعيني والله بس حتى ما اكذب عليكي عبده كان عم بفكر يعمله ياي بده يعمله ام عبدو هلا وقت هالحكي انت الثانيه يا جماعه خلص طولنا هالصفحه بقى خديجه خديجه ما عرفتي ايش صار ليه بدي اعرف وانا من الصبح عند المعلمه ليش ايش صار جيكي بالحكي قبل ما تحكي لي انت ليش ما جيت لعندي مشان ترافقني الرجعة على البيت طولي بالك مو ده احكي لك؟ ايه ابوكي جمع رجال عيلة وبدنا نتقتل مع بيت فلينة شو؟ بيت فلينة؟ ليش ايش صار؟ انشان خطيبك منصور ما ضرب الزلمة بالسكينة؟ شو؟ وشلون ضربوه؟ هو لسه بالحبس حمدية حمدية أهلين يا أب أمي بتريدك أهلين إيش في وليك ليش بتريدني ما بعرف قاتلي بس يجي أبوك يبعتي لي ها وين الخانوم جوا بالأوضة يا أب إيه لنشوف إيش بده جيت احمد اميت السلامه ايه جيت ايش في ايش بدك مني مشتاقت لك فيا شي ها فيا كل شي انت لا كنت امبارح تفتحي جعرك علي ولا تجي هلا اليوم تشتاقي لي والله معك حق انا ليش هيك عملت مو مخافي على ابننا بيقول المثل قال مجنون يحكي وعاقل يسمع اعتبرني انا المجنونه وانت العاقل بلا ما يشتغل مراد بالمخرطة لإله شغلة تانية هو جاهز
يا رجال، بركي بيخاف من هاي شغلة المخرطة ابني آدم. طيب ماشي، عكل بس نشوفه الأمراض أفندي منصيلح لك يا وبنبعته لعند معلم تاني. أصلا أنا من دون ما تحكي حضرتك شفت له معلم تاني واتفقت معه كمان. عم تحكي جد أحمد؟ مين؟ شفنا له سلمو اللول، هذا رجال كويس وبعدلي خاطر. إيه بس بالأول مو بدنا نشوفه الأمراض أفندي لحتى نبعته لعنده، ولا أقولك من شغله هي غيابي؟ طيب وإذا قلت لك هو هون؟ هون؟ مراد هون؟ الكذب حرام، هو هون. أنا ما ارتحت لقيته وجبته على البيت. أحمد كرمالي بس المرة عافية عنه مشان الله. طيب يا ست وديعة، أمري لله معك ومعه. دقيقة لأصرخ له. لك فهموني شو عم صير؟ ايش شو هاد؟ ما بعرف، بها هو اللي جابه، اساله. بها؟ ايش شو هاد؟ هاد راديو يوب. ايش شو يعني؟ يعني مثل ما بتقول انت، هذا سحر وباب سيما. شو؟ اها، نكبس هاد الزر ومنفتل هاي، يقوم بيطلع لك رجال عم يحكي او مرة عم بتغني. شوف ايش هالحكي؟ عن جد عم تحكي؟ هذه الحلقة من برنامج السياسة بين السائل والمجيب، نخصصها كاملة للحديث عن مبدأ إيزنهاور المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في الرد على سؤال بعثت به إلينا صديقة البرنامج لينا عبد القادر من مدينة حمص بسوريا. لقد أطلق هذا المبدأ المستر إيزنهاور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي لخطر التغلغل السوفيتي في سوريا بعد إخفاق السياستين البريطانية والفرنسية في هذه المنطقة وفشل الحملة العسكرية على السويس التي ترافقت بإقدام بعض الأشخاص السوريين على تفجير أنابيب التابلين تضامنا مع مصر عبد الناصر. وقد حذر المستر دالاس حكومته قائلا: أؤكد لكم أن زعماء الشيوعية الدولية سوف يخوضون كل المخاطر للفوز بالشرق الأوسط. وفي الخامس من كانون الثاني يناير من العام الحالي 1957 سعى الرئيس إيزنهاور لدى الكونغرس للحصول على صلاحيات بالتدخل العسكري ومساعدات مقدارها 200 مليون دولار لدعم الحكومات العربية التي تطلب ذلك بغية الحفاظ على أمنها الداخلي. شلون يوب؟ عجبك الراديو؟ لا والله ما عجبني. يعني كله علاقة مصدي وما فهمت عليه ولا كلمة. خذيه حطيله يا بغرفته. الله يخلي لنا اياك يا ايوب. وانت كمان الله يخلي لنا اياك. على قولة المثل، بوس الايادي والضحك على اللحى. ايه ابو مراد، يعني ايش ما حكى ما بيعجبك؟ خلص ارضى عليه وخلصنا، الله يخلينا اياك. طيب وهي رضينا عليه، بس وينك؟ هي اخر يوم بالعونطه والقلقله، بكره من فئتك بالصبح مع وجهك لعن سلمو اللول الكهربجي. ما عرفته؟ ايه عرفته لسلمو اللول، اصلا انا بحب الكهرباء من صغري. بتروح لعنده وبتقول له ابوي امبارح اجى لعندك وحكى معك لحتى تشغلني عندك. ايش ما بقول لك بتقول له امرك. ايش شو؟ منقول له امرك امرك. واذا صرفك على الغداء بتنصرف، واذا ما صرفك بتتم بالدكان لاجيب لك الغداء لعندك انا. ايش شو؟ اذا صرفنا على الغداء بننصرف، واذا ما صرفنا على الغداء. لسه بتقول اذا صرفنا؟ ولك ولك احكي مثل عادة خلق العالم. طول بالك، ايش حكى؟ ما سمعتي ايش حكى ست وديعة؟ ولك علي الجيرة كل ما بحكي معه بتمخول، ولك ما بفتكروا 20 واحد عم يحكوا سوا. ولك قول صرفني، ولك صرفني مو صرفنا، يخرب بيتك اشمعلاء. خلاص مثل ما بدك يوب،
من هلا ورايح بنحكي مثل ما بدك. رضيتي ودي يا خانم، وهي صلحنا لك ياه. لك الله يخلينا ياك، لك انت ما في منك. استاذ كمال، يمكن ها يمكن انا ما عم بفهم عليك، يعني خرج اخي وتعدي الحكي اللي قلته قبل شوي مشان افهم. ابو حمادي انا عم بحكي معك جد، ولولا بعرفك انسان كويس ما بحكي معك بهيك موضوع طاول. خيو هذا بلدنا، يعني بالمشرمحي كلياتنا مسؤولين عنه. وشوفت عينك، تخلف ضرب أطنابه بكل شي في حياتنا. أطنابه؟ طبعا، يعني على الأقل نوع على أمورنا ونكون قد مسؤوليتنا. لك إيه بس أنا نعم. لك أنت إيش بك لك محميد؟ إيه بشرفي بشرفي، أنت ما في أخوك فقير وكادح وشريف. بعدين حديثك امبارح عن الأحزاب في سوريا إيش معناته؟ إيش معناته؟ بتفهم؟ معناته عندك ثقافة عامة كويسة؟ لا من اللي الثقافة يا أبو العز، من اللي الثقافة؟ كل الحكي اللي أنا بقوله يا بسمعه منك يا من الأستاذ منيب يا من الدكتور يحيى. بعرف في كتير عالم بيسمعوا وحتى في عالم بيقروا بس ما بيفهموا. لخاي نحن اشو اللي سوا فينا هيك غير التخلف والتبعية والتشرذم؟ الأمة العربية كلها يا أبو حمادي ما بيحل مشاكل غير حزب قومي اشتراكي بيجمع المستضعفين وبيوحد كلمتهم، وإذا بدك المزبوط حزب البعث هو اللي غير حديث. أبو العز غير حديث يا جمع علمي. ليه بالاستاذ كمان؟ اهلين ابو عبيد. صدق اوقات اهلين معلمي. بروح اكل هيك بابا مشان واجبك، مشان واجبك علي. والله جيت بوقتك، جيت بوقتك. ايش في؟ لك ايش في؟ نفخ لي معلقي ابو العز، نفخ لي معلقي. لك صار لي ساعه وانا عم بحاول اقنعه انه صوته لام كلثوم اطيب من صوت عبد الوهاب. ما عم بقنع. خلاص اقتنعت، مع انه المسألة مسألة أذواق. أذواق لك حميد. شو؟ روصينا على القهوة. على راسي. وينك؟ وضع يشك أشقول أمين. أمين. يلا. بس وينك أبو العز؟ ما تنسى ما معاك، وبس نرجع منكمل حديثنا. يعني اقتنعت؟ منفكر فيها. بس وينك؟ قهوتك وسط على ما أظن. لا لا روح بقولك. رايح. شو هاد؟ بعرف أبو العز؟ لو ما جيت كنت رايح أروح لعندك. بالله؟ لك يا ميت أهلا وسهلا، خير في شي؟ لا ما في شي، بس قصدي كنت رايد أشاورك بشغلة. يعني هلأ إذا الواحد بده يزنقل ويصير معه مصاري إيش لازم يشتغل؟ لخاي ليش عم تسني إلي؟ شايفني زنقي؟ ما قصدي يا أبو العز، بس أنا عن جد لازم أزنقين. يا رجل شلون ما ضربت إيدي عم يطلع يسد؟ إيش والحالي هاي؟ لا وقال إشو أخونا أبو عمر إيه ما عرفان ابنه مجحر وعم ببقى كل سنة بيصفه. لك لسه بتعرف إيه سوالك حمدية وقت حكينا له؟ عليه الجيرة جن جنونه، لا قطع عقله بالخالص، لا أبو كراكوز ولا من جاب خبره. يعني بدي بطله؟ والله هيك عم بقول، بس مين بيعرف إيش بصير؟ حيكم أخونا هذا جميل عقلياته بتاخد وبتعطي، يعني كل جوسين بخرج. الله يعطينا خير الضحك. يوم معش أسألك سؤال؟ لك اسألي حمدية، ولك اسألي وخدي راحتك على كيفك. يوب انت ليش ما بتضل على طول مروق مثل هلأ؟ ما تعرفي ليش؟ ولك اسألي أخوك مراد، اسألي أخوك مراد اللي طول عمره مجنني ومفورني دمي. ولك لا بالمدرسة فلاح ولا بالصنعة فلاح. ايه أبو مراد مو على أساس انحليت؟ والله إذا ركز بكون انحلت على السوا. ولك علي الجيرة إذا بتعلم كارل أنتريك إلي يقص منه ذهب أحمر. يوب طيب إذا ركز مو بقى لازم تجوزه؟ إيش بك عم بتقلك إذا ركز؟ إيه وأنا هيك عم بقول.
يعني إذا ركز هالمرة علي تجيري لحتى ما أخلي مر شهرين من عدم يتجوز. شلوني معيك؟ جخة أبو حمادي أبو حمادي أبو حمادي استنى أبو حمادي. لك هلكتني أبو أحمد هلكتني. لك خلي معلاقي هلك فك لخي إيش بحس فيه؟ ما في شيء أبو حمادي، بس أبوي بدي أني أشتغل عند سلمى الكهربجي. إيه إيش هو يا أبو حمادي؟ أنا إيش بفهمني بالكهرباء؟ ما بتفهم بالكهرباء؟ يا على الله على هالصواب. لك يا أبو أحمد أنت إيش مفكر؟ يعني محسب لي هذا سلمى الكهربجي بمجرد ما توصل لعنده أخيه بده يشغلك بتمديد الأنتريك؟ لك لا خيو لا، الصانع بضل له شي 10 سنين اخيو عند معلمه هو عم بغلي شاي وبياكل قطر لبين ما يصير طوالي معلم. بس انا ابو حمادي عجبه السحاج عايز بقول لي انا ابو حمادي انا ابو حمادي هو خاي ما لي فاضي لك بروح اجيب له قهوه لمعلمي انا اجي لسه معاك ابو حمادي. يلا يلا منو هاد؟ أنا عمك أبو عمر. افتحي يا صفية. أهلين عمو تفضل. مرحبا يا عروس. أهلين بيت السلامة. أهلين مرحبا. أهلين يا الوجه الحلو. يسلم لي الله يخليك يا رب. تفضل مرحبا. أهلين عبلة. استنى عليك وأنا اشتقت لك. تفضلوا يلا تفضلوا بيت السلامة. يلا يلا سلمة. جايك ضيوف ام كمال. شفته لمي شفته. بس يوم لابسين ومطقومين على اخر طرس. ليكون جايين خطيبين. يوم بس لسه عمر ما تخرج، معقوله يعني يخطبوا له من هلا؟ ايش علي لك بنتي، هلا بخطبوا له وبس يتخرج بيتجوزوه. لك بنتي هذا عمر توفيقا عند رب العالمين، والله بكل شباب العيله ما في مثل اخلاقه. مزبوط يوم، وكمان دكتور مثل يحيى. بس ابوي وكمال مانن هون، نبعث لهم خبر؟ لك طولي بالك لنشوف ايش القصة بالأول. طيب أنا رح أغير حواجي. يلا دير قدي. بسيطة يا أم يحيى، تبقى نقعي ابنك الدكتور والشبي ميته. هي عمر دكتور وما حدا أحسن من حدا. يلا أبو عبيد بيكين استاذ كمان. انا بستاذن بجي مره ثانيه. الله معك يا خالد. سلامات استاذ. مع السلامه امال الله. الله معك الله معك. يا عبدو انا هدول فلاجين هلا باخذهم وبروح بوديهم على القهوه وبروح على البيت. تطول بالك تتغدى. لكن لسه وينك وين وقت الغداء؟ بروح يا ميت. بدي اياك بشغلي. ايش يا الشغل يا عبدو؟ ايش بدي اقول لك حميد؟ شو؟ من شان هاي ال ليش شو؟ حميد؟ لك هاي تضرب بشكلك المبعجر؟ ضروري تغشم حالك لهالدرجة؟ ايوه قصدك اللي ايه ترى انا ما قصدي شي. ها بس نعني الواحد بشوفه بيتنور بركي شي يوم طلعت براسنا وطقيناها الفريال بالضرة. بدك تطق ضرة بهاي؟ شوف عبدو يعني لخاي هاي صغيرة عليك ترى انا ما قصدي شي. ها يقصدك ابو ملعون بحميد؟ الا منشوفه منتنور ما الا منخطبه. طيب انا لحد هلا ما عرفت ايش هي المشكلة. بدك تشوفها روح شوفها. لحالي؟ لحالك؟ لك كان بدك محرم والقدر صار معك. لعمك على هالقصة لعمك ايش الحالة معك؟ سلام عليكم. لك حميد استنى ولك كمال. بدي احكي معك كلمتين وهون ما في حدا غريب.
نحن اهل واولاد عموميه، ومثل ما بيقول المثل الظفر ما بيطلع من اللحم.